عاملين ايه؟ بجهز التجهيزات عشان ابتدي اعمل شوربة العدس. تعالوا نشوفوها بعملها باي طريقة. جزر، طماطم، ثوم، فلفل حامي وملح. اللي عايز يستغنى عن الفلفل الحامي ممكن يستغنى عنه. ده عدس نوعين، النوع الاحمر والنوع الفاتح الاصفر. ودي للتقلية ثوم، كزبرة، بصل مبشور وزيت جوز هند. اهم نوعين العدس، الاحمر والاصفر. الكبير ده مش عدس، الكبير ده حمص. نخلي بالنا بين العدس الصغير وبين الحمص بتاع الطبيخ. نحط المية تغلي، هنكون غسلين العدس كويس جدا وهنحطه في المية السخنة. هننزل بالملح، وبعد كده هننزل بالخضرة بتاعته، جزر، فلفل. انا قلت ممكن يكون اللي نستغنى عنه، مش مشكلة. ممكن نحط كوسة، ممكن نحط اي خضار بنحبه، والثوم والطماطم، وهنحط كمان بطاطس. انا بحس انه العدس ما ينفعش الا مع بطاطس. البطاطس هنا بتديله السمك المطلوب بتاعه. اهي البطاطس، ممكن بطاطا لو عايزين الطعم شوية يكون حلو. كمان هنقلبه وبعد كده هنغطيه تقريبا نص سوا او لحد لما العدس يشرب كل المية. بعد ما سوينا اهو ده هيكون منظره. العدس هنا خلاص شرب كل المية. وبعد كده هنقلبه مع بعض، مفيش ميه خالص اهو، هيكون بالمنظر ده بايش قوي. بعد كده هنحطه بقى في الخلاط مع ميه تانية بس مش هنكتر، ونخلطه ناعم. في ناس ممكن تاكله بالطريقه دي بس احنا هنخلطه ناعم. بس وهيكون اهو منظره. بعد ما خلطنا المية هنخليه يغلي تاني ويستوي بقى، يكمل بقية سوا في النار. في المرحلة دي بقى هنعمل له التقلية بتاعته. هحط زيت جوز هند. طبعا زيت جوز الهند مفيد جدا، والزيت ده انا عاملاه في البيت. هبقى اعمل حلقة تانية عن زيت الجوز الهند ازاي بيتعمل في البيت. هننزل بالبصل. في ناس بتستكفي بالثوم والكزبرة الخضراء، بس انا بحب يعني البصل برضو بيدي طعم حلو. هنزل بالبصل الاول، هحمره الاول شوية. هحط توم وهحط كزبرة وهحمره لحد لما هيكون باللون ده. بعد ما البصل تتحمر شوية
هنزل عليها بالثومه والكزبره. الطماطم بحب اقطعها مكعبات صغيره، هي طماطميه واحده برضو بتدي شويه لون كده، وهخليها تتسبك معاها لحد لما الطماطميه نفسها تتهري. هيكون بالمنظر ده. هروح احطها على العدس اللي خلاص عملناه، وهديها غلوتين بس كده معاه. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ العيش ده انا فتاه، بحطه في الطاسة اللي قلينا فيها التقلية بتاعته، وبحط عليه شوية من العدس واخليه يتسبك تاني شوية على النار. وفي مثلا بعمل انا دايما على جنب معلقة صلصة صغيرة على شطة على ليمون على خل، بسبكهم مع بعض وبحطها عليهم. انا دي بحبها الاكلة دي قوي. ودي شوربة العدس النهائية، عيش محمص وشوربة ومع ليمون زي ما انتوا تحبوا تاكلوها ازاي. وألف هنا.